الأخت هاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هاجر مجدي صديقة الشهيدة هالة، مشاهد عيان على الأحداث. يوم المسيرة مشينا بسلمية من أول استاد المنصورة ودخلنا على عبد السلام عارف ومشينا في شارع الترعة لحد نص شارع الترعة. وطبعا مسيرتنا بتبقى الشباب قدام والبنات في النص وفي الاخر الشباب علشان يحمونا، مش زي ما هم بيقولوا بينزلونا عشان يضحوا بينا. واول ما الشباب مشيوا وقفت عربيه وطلع علينا بلطجيه معاهم كل الاسلحه، معاهم اسلحه بيضاء وصواطير وسكاكين وخرطوش ورصاص حي وازاز ورخام مكسر وازايز. وقفنا عشان نحمي الاخوات وعملنا كاردون عليهم عشان ما يحتكوش مع البلطجيه، وهم برضو ما رحموش. وقع فينا واحده ورا التانيه واحنا بنحاول نجري علشان نمشي، والاخوه بيعملوا كل اللي في ايدهم ومفيش برضو فايده. دخلنا من شارع جانبي واحنا من داخلين علشان نهرب من البلطجية، لقيت جثة مرمية على الأرض. أنا كنت عارفة إنها هالة بس أنا ما كنتش مصدقة وقلت لا مش هي. نزلت عشان أشوفها، الإخوة منعوني وقالوا لي خش بسرعة الشارع، وقعدوا يشيلوني عنها وهم اللي شالوها. ودخلنا الشارع لقيت أخت صاحبتي أوي، لقيتها متصابة وغرقانة في دمها واخدة خرطوش في دراعها وفي رجليها وفي ظهرها. استنجدنا بالاهالي، دخلنا العمارات قفلوا علينا الباب عشان البلطجيه ما تجيش. وقعت مني صوره للدكتور مرسي، البلطجيه جم بعد ما دخلنا العماره ولعوها قدامنا ورموها قدام العماره، ووقفوا كلهم قدام العماره بالسكاكين ويدخلوها من بين الحديد ويقولوا لنا عشان تبقوا تنزلوا بحجابكم تاني، عشان تبقوا تنزلوا تاني هنقلعه لكم. ما قلتوش نازلين نازلين مكملين. أموت أموت وبلد ما تعيش.